حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. والبداية من العناوين: حكومة الخدمة الوطنية تصحيح المسارات السابقة وتعزيز الصائبة. العراق من الخارج منظار الآخر ودوره استراتيجي في تحقيق التوافق الإقليمي. إذن مشاهدينا، بعد أن عمقت الحكومة السابقة الجراح على الطبقات الهشة والفقيرة كذلك من المجتمع، وقد زادت أوضاعهم المعيشية سوءا، تسعى الحكومة أو حكومة الخدمة الوطنية إلى إيجاد قفزة نوعية في طبيعة تعامل السلطة مع متطلبات المواطن من خلال تقديم الخدمات الأساس وتحقيق الإصلاحات المطلوبة وفقا لأولوياتها التي نالت ثقة البرلمان. وخلال مدة وجيزة استطاعت الحكومة الحالية إثبات جديتها، مستثمرة الاستقرار الذي يخيم على المشهد السياسي والدعم الدولي للعراق. وفي ملفنا الثاني من الحصاد مشاهدينا، ومنظار الخارج، فلا تبدو الصورة مختلفة كثيرا عن الداخل. انفتاح إقليمي ودولي على العراق يكاد يكون منقطع النظير. حلحلة المشاكل وتصفير الخلافات والانتقال نحو التكامل في عديد من المجالات. ثانيا، فحكومة الخدمة الوطنية تنتهج سياسة الانفتاح، وهذا ما جعل بغداد تحتل مكانة متقدمة في تحقيق التوافق الإقليمي في الكثير من الملفات العالقة، وهذا نتاج العلاقات السليمة في التعاملات الدولية والتخلص من سياسة المحاور. إذن مشاهدينا، هذه مواضيع حصدنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن كل هذه الملفات نرحب سوية بضيفنا الكريم في الاستوديو السياسي العراقي الدكتور محمد توفيق علاوي. أهلا بكم. أهلا دكتور، ضيفا كريما وبالقناة والمشاهدين الشرف. شرفتنا بحضورك اليوم دكتور، وسعدين بلقائك. الله يسلمك. قبل الحديث عن مخرجات العملية الحالية سياسيا، أود أن نعرج ونبدأ من معطيات التي أوصلت هذه العملية السياسية إلى ما هي عليه الآن. ونبدأ منك دكتور، كنت وزير لدورتين ونائب لدورتين، تعتبر جزء من هذا النظام، تهاجم كثيرا قضية المحاصصة السائدة في العملية السياسية بشكل ربما منتقد من حتى المتحاصصين في هذه العملية، لكن أنت جزء من مهم من هذه العملية السياسية، من هذا النظام بعد 2003. كيف تهاجم المحاصصة في العراق ما بعد 2003 وأنت جزء مهم منها؟ يعني تعرفون خوف، يعني هو قضية المحاصصة هي مو كأساس المحاصصة. يعني يتحدثون بعض الأشخاص يقول لك أنه موجود استحقاقات واستحقاقات حزبية، وهاي ماكو بيها ضير، يعني ماكو بيها مشكلة يعني زين. ولكن المشكلة إن وجدت عندنا ثقافة جديدة في العراق تختلف عن كثير من الثقافات السياسية في العالم، وهذه الثقافة أنه الوزارات والمناصب في الدولة عندما تعطى لجهة معينة على أساس المحاصصة، تعتبر هذه الجهة أنه هاي من حقها الاستفادة من هذه الوزارة ومن هذا الموقع في مثلا المؤسسة في الدولة، وعلى حساب مصلحة البلد ومصلحة الوطن والمواطن. للأسف هاي صارت في السياسة، وهذه السياسة تنعكس بشكل كل السلبي على مصلحة المواطن. وبالتالي تشوف أنت خلال 20 سنة
حقيقة يعني إخفاقات كلش كلش كبيرة، ووحدة أنا في تصوري أهم سبب لهذه الإخفاقات هو هذه المحاصصة، وتلقي الناس كلهم ضاجين من هالأمر يعني. نحن أنا أنطيك حادثة، وأني هذه الحادثة صارت في عام 2006، دعيت من قبل الطرف الموازي لوزير الاتصالات في أمريكا. هناك تختلف الوزارة عنه، هي أول شيء وزارة مو وزارة اتصالات كوزارة، ولكن وحتى الوزير مو بدرجة وزير، بدرجة أمبسدر، منظمة يمكن تعتبر أو مؤسسة، أي لا جزء من الستيت ديبارتمنت، جزء من وزارة الخارجية يعني. حتى أنه العاملين بها، أنا سألت للوزير يعني قلت له أنت قد كم واحد هنا اللي عاملين في الوزارة؟ قال لي بحدود ما يتجاوزون 50 واحد. قلت له نحن 22,000 واحد نحن في العراق على كل. فقلت له إذن شنو مهمتكم؟ قال الريجوليترز نحن منظمين لهذا القطاع. هسه أنا مو هذا القضية. ضمن الحديث هذا بال 2006 قال لي خلي أحكي لك، قال لي نحن دخلنا إلى دولتين هي أفغانستان والعراق. قال أنا أفغانستان ما أتوقع أي نوع من التطور لأفغانستان لسبب بسيط، لأنه للأسف أكو حالة من التخلف، وأيضا ماكو بلد ما بموارد. قال لي أنتوا العراق أنتوا بلد يتمتع بقضيتين كلش مهمة، أول شيء مستوى الثقافة جدا جدا عالي عندكم أنتوا بالعراق، والشيء الثاني بلد عنده موارد كثيرة، نفط، معادن، مياه. زين. فقال أني أتوقع خلال بضع سنين أن يكون العراق الدولة الأولى في الشرق الأوسط. هذا الكلام بال 2006 وتوقعاته طلعت كلها غلط. زين. طيب حضرتك دكتور رفضت قضية المحاصصة وضغوطات المحاصصة الفترة تشرين عندما كلفت برئاسة حكومة مؤقتة، لكن بالمقابل رغم كل هذه الظروف والمعطيات قبل بها السيد مصطفى الكاظمي، لكن ما تشوف أنه نجح بمهمته اللي كانت متمثلة بإنجاح انتخابات مبكرة؟ يعني هو هي مو بس قضية انتخابات مبكرة، انتخابات مبكرة هو جزء، ولكن هي القضية الأساسية الآن دولة بلد، هذا بلد تريد تنتقل بيه، تريد أول عملية يجب، أنه أول مشكلة كانت عندنا في البلد هي مشكلة الفساد، والقضاء على الفساد يعتبر حقيقة هدف رقم واحد بالنسبة للشخص المتصدي. للأسف الشديد الفساد نخر بمؤسسات الدولة على كل المستويات من ذاك اليوم. طبعا الآن بدأ الأخ محمد الشيع السوداني، لا بدأ على عدة مستويات، بدأ هو يقارع الفساد يعني وأوقفه على عدة مستويات. قبل ما نتحدث بمرحلة السوداني، نعم، اللي أيضا كانت معطياتها مختلفة لكن مرتبطة بالمعطيات القديمة، ما تعتبر أنه السوداني أوفى ببعض التعهدات اللي قطعها على نفسه بتلك الفترة؟ اي اوفى ببعض التعهدات. اي طبعا يعتبر نجاح مهمته السوداني الكاظمي. هل عفوا انت قلت السوداني، عفوا الكاظمي قبل السوداني اوفى بتعهداته فتره حكومه مؤقته؟ لا نعم، قضيه الانتخابات المبكره اي زين. انا اقول لك شيئين قدر يحققها الكاظمي، حتى احنا الرجل ما نغبنا حقه يعني. زين، قضيه انتخابات مبكره اي نعم هذا صار يعني، وأيضا قوى علاقات العراق على المستويين، على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي يعني، وعلاقات صارت وثيقة مع كثير من الدول، ولقاءات ومؤتمرات هاي كلها كانت جيدة يعني. هاي يمكن الشعب والشارع مو كل شيء ينتبه لها ويهتم لها. بالضبط. نقطة مهمة في فترة الكاظمي، حضرتك يا دكتور ذكرت قضية الفساد، صفقة القرن، نعم، شنو رأيك بها اللي حدثت في هذه الفترة المهمة والحرجة؟ صفقة القرن هي بدت من زمن الكاظمي يعني السنة الأخيرة يعني هذه المبالغ ومبالغ رهيبة التي سرقت يعني. زين، وبعدين انكشف بعض الأسماء والهذا طمطمت القضية. زين، وهسه ما أعرف أني الآن دا يصير قف بالقضاء، ذكروا توجيه تهم إلى مجموعة من الأشخاص يعني،
زين، ولكنه للأسف الشديد يعني هاي أكبر قضية فساد في تصوري، أكبر قضية فساد. طبعا هاي واحدة من قضايا الفساد، قضايا الفساد متعددة وبشكل كلش كبير، والقضايا الفساد الأخرى ما تقل أهمية عن صفقة القرن يعني. زين، فللأسف الشديد صار تمادي في الفساد، ماكو عليه حساب ولا ردع ولا شيء ولا هذا. سووا فد لجنة، هاي لجنة أبو رغيف، وكثير من الحقيقة الناس الذين اتهموا منها في تصوري بعيدين عن الفساد، لعله بعيدين، أنا ما عندي أني أرقام دقيقة يعني، ولكنه هذا ما تبين لاحقا يعني. زين، فللأسف الشديد يعني الفساد فتحت الأبواب على مصراعيها يعني. زين، وهذه أخطر قضية، وفي تصوري العراق خسر خسارة جدا جدا كبيرة نتيجة لهذا الأمر. طيب، فضلا عن هذا كان أنه موجود، كانت فرصة سانحة لحكومة الكاظمي حقيقة أن تحل كثير من المشاكل والقضايا السابقة يعني. كان بإمكانه يعني هذه الحكومة اللي اجتي بتأييد التظاهرات، خوف بعدين بالنهاية خوف كل الأحزاب وقفت ويا حكومة الكاظمي يعني بالبداية في عملية التصويت يعني عليها. زين، كان ممكن أنه يقدر وينهض بالبلد، للأسف الشديد طيب أخفق في هذا المجال. أعتقد فترة توليك لوزارة النقل الاتصالات عفوا لفترتين ما كان عليك ملفات فساد، كذلك السوداني، هاي نقطة تشابه بينك وبين دولة رئيس الوزراء حمد الشاع السوداني، لكن ترشيحك أو تكليفك في تلك الفترة من قبل من؟ تشرين؟ إطاريين؟ لا، صدريين؟ هو لا ما كانوا لا إطاريين ولا صدريين ولا تشرين. الحقيقة بعد أن تعرفون أن انسحب يعني الاستقال السيد عادل عبد المهدي، على أثر الاستقالة مالته بدأت يوم يظهر اسم ويوم تظاهرات وهذا، فالأحزاب بعد ما قدرت تطي بعد الآن أسماء يعني توقفوا، فلذلك قرروا مجموعة من النواب تقريبا ما يقارب 70 نائب سموا نفسهم كتلة الشعب، وإجوا قالوا يا خلي نحن الآن بما أنه بعد يعجزون هاي الأحزاب أنه يجدون بديل عن الكاظمي، خلي نحن فنوجد بديل، وبالتالي رشحوا مجموعة أسماء، 5 أسماء أتذكر رشحوها يعني، ضمنهم كان اسمي، دكتور سنان الشبيبي، أظن رحيم العقيلي يعني، نعم. مجموعة 5 أسماء الظاهر، وصار تصويت بيناتهم. حظوظك كانت أقرب في تلك الفترة، فعاني من هو اللي حب أنه يوصل دكتور محمد توفيق علاوي إلى رئاسة الوزراء؟ هم هذول اللي كان أكو يعني، رغم أنه نواب عندهم مثلا صلاحيات حاولوا، تشرين كانت تضغط، دول كانت تضغط، لكن كان الكتل السياسية الجهات كان عندها فواعل حتى تلك الفترة. أنا في تصوري كانوا ذولا يعني مجرد أنه هذا يعني صارت قضية روتينية، اجتمعوا وقرروا وخلوا مجموعة أسماء، صار تصويت عليها، على أثر التصويت زين كتبوا كتاب قدموه إلى رئيس الجمهورية دكتور برهم صالح، وقالوا له يا ابن احنا اتفقت كلمتنا على محمد توفيق علاوي. دكتور برهم صالح أول عملية قبل أنه يتطرق لأي شيء وقبل أنه يتصل بي، اتصل بكل الأطراف السياسية، فقال لي بهالعبارة، قال لي جواب كل الأطراف السياسية كان نحن ما عندنا قوة الإسلامية، أكيد ما عندها مانع، أنت قريب من عندهم بالضبط، حركة الوفاق كذلك أنت قريب من عندهم، ما كانك وعدنا. الصدريين شنو كان موقفهم؟ الصدريين أو بالبداية كان قبول يعني، كان قبول يعني، بس تعرفون الصدريين تحركوا أيضا، جماعة تشرين تحركوا يعني في فترة، اتصلوا بي وأني هاي طرحتها أيضا بالإعلام، وكنت جاي أني إلى العراق، بس بآخر لحظة الظاهر التشرينيين نسقوا ويا الكاظمي يعني، حتى هذا السؤال كان نسقوا ويا، شلون وصل الكاظمي؟ نسقوا ويا الكاظمي، فقال تحرك الكاظمي بكل قوة مع التشرينيين، يا أوقفوا منعوا محمد علاوي أن يتولى، واتصلوا بسيد مقتدى الصدر وقالوا نحن تشرينيين رفض قاطع لمحمد علاوي،
ونحن كليتنا ما دكتور انت كنت جزء من هذا النظام وزير فترتين قبل نعم. فترتين قريب من قوى اسلاميه عضو نعم. بحركه الوفاق ما اقول تشرين او تشرين راح يوافقون عليك سواء بوجود الكاظمي او عدم نعم. وجوده لكن الفاعل الرئيسي القوى الخارجيه امريكا مثلا نعم. هل نعم. هي من نصبه الكاظمي رغما عن انوف الكتل السياسيه او الاطراف يعني السياسيه يعني هو بالتاكيد امريكا لها دور طبعا لها دور بالتاكيد بس هو الدور حقيقة أنا خلي أقول وأكون يعني هذا في كلامي أكون واضح الدور النهائي هو للأطراف السياسية العراقية الأطراف السياسية العراقية إذا اتفقت على شخص نعم ما يقدرون يجيبون شخص أكو عليه فيتو من أمريكا ولا يقدرون يجيبون شخص أكو عليه فيتو من إيران زين ولكن إذا ماكو فيتو من هذه الجهتين المهمتين الخارجية أنا في تصوري ذاك الوقت ممكن يمشي بس هو بالنهاية هو القرار للعراقيين يعني وهذا ما صار كل هذه المعطيات واللي صار وصلنا أخيرا إلى الحكومة الحالية اللي لاحظت حضرتك راضي عن هذه أو أداء هذه الحكومة بنسبة معينة لكنك تحدثت أو تنبأت ب انهيار هذا النظام السياسي نعم. بهذه الفترة نعم. شنو المعطيات أو المعلومات اللي استندت عليها لو كنت متأثر بكلام السيد فائق الشيخ علي لا الشتان ما بين يعني وبين أيضا تحدث عن لا انهيار لا لا. النظام لا 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 أنا من أنظر ما أنظر أنا أنظر إلى حقيقة إلى وقائع وإلى أرقام أنا ما أجي تنبؤات من هالقبيل هذا لا الشتان ما بيني وبين طريقته لا يمكن المقارنة هو بالمناسبة عذر المقاطعة آخر تغريدة بدأ يتراجع بها عن هذه التصريحات لأن 2024 قريبة على الأبواب لا هي مو يعني يعني هو ينطلق من منطلقات الدول وتريد تغير نظام أنا ما أنطلق من هالمنطلقات لا أبدا مو من هالمنطلقات أنا أنطلق من منطلقات الواقع الموجود نحن العراق هذه الإخفاقات اللي صارت خلال هذه الفترات راح نواجه مشكلتين على المستوى الاقتصادي زين المشكلة الأولى الآن واضحة أمام عيننا يعني وهذه المشكلة اليوم أنت عندك الموازنة أنا أكرر هذا ولو يعني بس مهم أنه تكراره الموارد كل موارد البلد تقريبا 103 مليار دولار فقط الموازنة التشغيلية 115 مليار دولار إذا نحن كل موارد البلد ما تسد المعاشات إذا نحن وين رايحين هاي وحدة اثنين الديون في هذه الموازنة تقريبا 48 مليار دولار احنا السنين السابقة كان يصير ديون تقريبا ما يقارب حوالي 20 مليار دولار فالعشر مليارات من عدها تدور فيبقى يتراكم فالعشر مليارات ولذلك نحن المبالغ المتراكمة زين الدين العام أصبح على البلد الدين الواجب التسديد أكو نوعين من الديون أكو ديون غير واجب أكو ديون واجبة التسديد أصبحت 70 مليار دولار الآن أنا في تصوري هاي 48 مليار دولار ما يقارب 50 مليار دولار أتوقع ف 50 مليار 20 مليار دولار منها تدور يعني فيبقى على الدولة 30 مليار ف 30 مليار في كل سنة أسعار النفط طبعا الآن أسعار جيدة يعني بس أنا بعد ما أتخيل أنه بعد أسعار النفط تصعد أكثر ولا الإنتاج يصعد أكثر فبالتالي راح نواجه مشكلة حقيقية في كل سنة يصير عندي تراكم 30 مليار ولا يمكن سدها وبالتالي أنا أرجع إلى تقارير دولية تقرير البنك الدولي في شهر 12 عام 2022 قال العراق راح يصل إلى حالة بحيث ستكون الدولة مو بس راح تضطر إلى تسريح ملايين من الموظفين في دوائر الدولة ولكن حتى هؤلاء المسرحين الدولة غير قادرة على أن تدفع لهم مبالغ الرعاية الاجتماعية فلذلك نحن راح نواجه فد مستقبل مخيف هذا طبعا هذا المستقبل يعني قد نواجهه يعني خلال خمسة أقصى شيء عشر سنوات هذا المستقبل وأني هاي دائما أقوله
قلت لهم الآن التحرك راح يصير، أو قد تظاهرات ضد الحكومة راح تكون أقوى بكثير من تظاهرات تشرين. قالوا شلون؟ قلت لهم تظاهرات تشرين عشرات مئات الألوف طلعوا، شباب يردون شغل يردون عمل، أكو جهات أحيانا وراهم. هذه إنسان المواطن العراقي يرجع إلى بيته، عفوا بس حتى أكمل، ما عنده يشوف، ما عنده فلوس يشتري أكل لأولاده ولأهله يعني، فهذا راح ينفجر وراح يطلعون، أنا في تصوري يطلعون بالملايين. المواطن هذا. أكثر شيء دكتور يستفز موضوع الدولار، ارتفاع نعم. ارتفاع الأول في وقت حكومة الكاظمي نعم. وارتفاع نعم. آخر بالسوق الموازي حاليا رغم إجراءات الحكومة بتخفيضه نعم. أنت كان عندك وجهة نظر في نعم. قضية تخفيض سعر الدولار نعم. وعدة نقاط أنا طابقتها ويا النقاط اللي دي يشتغل عليها محمد الشياع السوداني حاليا نعم. أو كادر الوزاري، هاي النقاط ما أدت إلى نتيجة نعم. السوق الموازي والدولار دي يرتفع مستمر نعم. هو القضية مو القضية، أنا يجب أنه أنظر للأمر بمنظار آخر، مو قضية ارتفاع الدولار وعدم ارتفاعه، القضية قضية المواطن العراقي أن ما يتأثر من ارتفاع الدولار. يعني أكو عنصرين، أكو الارتفاع وأكو أنه شقد يتأذى المواطن. المواطن شنو المواطن؟ شو يريد المواطن؟ المواطن أمرين يريد، أول شيء يريد البضائع المستوردة سواء كمواد غذائية سواء سيارات أثاث أي شيء، يعني يريد هذا بسعر واطي، وهذا بكل سهولة يمكن أن يتحقق من خلال فتح اعتمادات بالسعر، سعر البنك المركزي اللي هو 1320 لا. فإذا أنا هذه معناتها هاي القضية الأولى اللي تتعلق بالمواطن، المواطن يتأثر ويتأذى من ارتفاع الأسعار، فإذا أنا وفرت له كل المواد المستوردة سواء مواد غذائية أو غير غذائية بسعر جيد، إذا ما عنده مشكلة على مستوى أنه يروح ويتسوق، وهذا ماكو ارتفاع بسعر البضائع، هاي وحدة. اثنين، المواطن القضية الثانية وهو أنه يسافر، سواء يسافر يروح للعلاج، يسافر للسياحة، نعم. أي نوع من السفر، هذا أيضا يريد يحصل أيضا الدولار بالسعر اللي هو السعر هذا 1320 يعني. فهاي إذا وفرناها تبقى قضية ثالثة، قضية ثالثة وهي البضائع المستوردة من إيران. أنا في تصوري الشيء اللي انطرح وهو أنه قضية المقايضة مع النفط، ذاك الوقت راح توفر الأرضية، بعد ما عندي مشكلة أنه آني من أجيب بضائع من ما أضطر أنه أشتري الدولار بسعر عالي، لأن آني كل المواد اللي أريد أستوردها من إيران آني بالمقابل أنطيهم نفط، وهم النفط يبيعوا ويحصلون عليه فلوس بالمقابل سواء هاي المشكلة مو احتمال ما ترضى عليها الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا، هي الآن مش دا تمشي، الآن دا تمشي يعني، هاي ماكو مو قضية يعني، هي صارت يعني لأن أعلنت، والموقف أيضا أعلن من قبل الحكومة الدولة يعني. طيب خلينا نبدي من حكومة السودان، أول ما تشكلت هذه الحكومة وسائرة حتى الآن، تعتقد أن السودان انطلق من طريقة جديدة ناجعة بالتعامل مع المحاصصة بأن طرح أو خلى الأطراف السياسية تطرح لمرشحين هو يختار؟ نعم. تعتقد هاي كان منطلق جيد؟ يعني هو شوفوا يعني أنا في تصوري طبعا هي عملية، أنا رفضت المحاصصة رفض قاطع طبعا، وطبعا هاي العملية مو عملية سهلة وما تنجح، مو بضرورة يعني، خوف أنا ما نجحت يعني، مع العلم يعني يمكن كانوا صار تلاعب طبعا يعني، بس هم يعني الفرق كان الرقم هو كان النصاب هو 167، هو النصاب صار 176، بس صار بها عملية تلاعب، ولذلك هو انطلق من منطلق آخر وهو أنه يقعد يتجاوب مع الأحزاب زين إلى درجة ما، على الأقل للحصول على نوع من التأييد، وتحرك هو بها بهذا المستوى. نعم هو حاول في أكثر من مرة ونطى مواعيد، لأنه إذا الوزراء والوزارات فشلوا في أداء مهماتهم أنه يغير
الوزراء ما قدر لانه الوزراء يقول هو وعد انه كتغيير وزاري قريب، لكن اليوم يمكن انتبهت اكو تغيير بمدراء عامين ومستشارين بعدد من الوزارات، وكلاء وزارات اليوم يمكن 19 اشخاص. قبلها كانت ايضا قوائم طويله من اللي كان عنده مؤشرات او مؤشرات بعدم الكفاءه بمهنته. بالضبط، هذا جيد انا في تصوري جيد، يعني هسه ما قدر على مستوى الوزراء لأنه ما يسمحوا للأحزاب، زين، ولكن على الأقل قدر على مستوى المدراء العامين وكلاء الوزارات. اتفقوا ياهم أنه الوزير اللي يخفق أو مو كفو بنسبة معينة أنه يعطيهم خيار أنه هم يبدلوا يطرحوا له بديل. صحيح، يعني الآن هو وعد أنه بعد 6 أشهر، الآن مضى سنة، يعني ما صار تغيير بالوزارة. آخر لقاء ويا تصريح إعلامي قال أنه قريبا جدا. دعنا ننتقل إلى ملفنا الآخر اللي يخص أداء الحكومة الحالية على مختلف المستويات. إذن مشاهدينا أرجو أن تبقوا معنا وأبرز ما في الملف الثاني. العراق من الخارج منظار الآخر ودوره استراتيجي في تحقيق التوافق الإقليمي. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا، ومره ثانيه ارحب بضيفنا الكريم في الاستوديو السياسي العراقي الدكتور محمد توفيق علاوي. اهلا بك يا دكتور مره اخرى. مرحبا يا اهلا. انتقلنا الى المرحله الحاليه سياسيا وحكوميا، حكومه السيد محمد الشيع السوداني او كما يحب الاطار ان يطلق عليها حكومه الاطار. كنتم تتوقعون هذا الاستقرار السياسي والاستقرار الحكومي بعد توقعات بان ينهار النظام او لا تنجح حكومة السوداني بأن تستمر عدة أشهر؟ لا، يعني انهيار النظام أني ما أتوقع، يعني ما أبدا لا أتوقعه خلال فترة بسيطة. لا، انهيار النظام ممكن يكون بعد بين 5 إلى 10 سنوات، هذا اللي أتوقع، لأنه الانهيار الاقتصادي رابطة وفق معطياتك بالاقتصاد. بالاقتصاد أي طبعا أي، ولكن لا طبعا أني لا زلت أعتقد أنه أقدر أقول حقيقة من أفضل رؤساء الوزراء بعد 2003 هو الأخ محمد الشيع السوداني. يعني أيضا على شنو استندت حتى الآن طبعاً. أغلب يعني وعود أيضا رغم أنه ما يستعمل مفردة سوف كما كان يستعملها رؤساء الوزراء السابقين، هو حريص على هذه النقطة، لكن أيضا شنو اللي موجود على أرض الواقع؟ يعني أهم قضية رقم واحد أنا أعتبرها أنه أهم صفة يجب أن يتصف بها رئيس الوزراء هي النزاهة، لأن إذا أكو خلل في هذا الجانب أنا بصراحة أتوقع يعني الوضع يكون جدا جدا سيء. يعني فهاي أهم قضية، والرجل ماكو عليه أي ملفات فساد سواء في كل المناصب اللي تولاها على مستوى مجالس المحافظات، مستوى البرلمان، مستوى أيضا عضو في مجلس الوزراء. فهاي أهم قضية وأهم جانب. الشيء الثاني، الرجل مندفع يريد يخدم، يعني الرجل تحس بي عنده اندفاع، يريد يقوم بمشاريع، مشاريع تنهض بالبلد، يعني عنده هذا الاندفاع. نعم أنا أقدر أقول عليه مكبل لأنه أجا ضمن معادلة سياسية محددة، زين، الإطار التنسيقي هو جزء من عدها، وإدارة الدولة أيضا هو الدائرة الأكبر، يعني فهذه كبلته بمجموعة من الأمور، وبالتالي ما يقدر يتحرك عليه، زين، فأصبح في كثير من الملفات جامدة، يعني ما يقدر يتحرك خصوصا عليه. ملف مكافحة الفساد. اي طبعا. كيف طبعاً تقيم أداء هذه الحكومة بهذا؟ يعني هو شوفوا هو اللي انت قبل قليل اشكلت على أداء الكاظمي. نعم، من جانب مكافحة الفساد بل استشرى كما ذكرت. نعم، لا بالعكس، الأخ محمد الشيع السوداني الرجل مندفع لمكافحة الفساد، وكثير من العمليات الفساد كشفها، ولكن على مستوى محدد، فوق هذا المستوى ما يقدر.
يعني هي على سبيل المثال سرقة القرن. سرقة القرن هي يعني فد شيء أرقام مهولة، والمسؤولين عليه طلعت أسماءهم وانعلنت واعتقلوا ثم أفرج عنهم لفترة أسبوعين حتى يرجعون الفلوس، والآن مضى من الأسبوعين صارت حوالي 10 أشهر. فلذلك يعني أكو إخفاق، بس هذا في تصوري آني حسب إحساسي أنه الأخ محمد الشيع السوداني مو هو اللي يريد إعطائهم لهذا، ولكنه مكبل ما يقدر يتحرك، ما يقدر لأنه أكو جهات أكبر من عنده وما يقدر يخرج عن إرادتها يعني. طيب جوانب أخرى أيضا مهمة، ذكرنا مثلا الأداء بقضية التعامل مع الدولار، قضايا اقتصادية، قضايا الإقليمية. نعم. حاليا أكو كان دعم كبير دولي وإقليمي لهذه الحكومة بهذه المرحلة، دعم العملية السياسية. دعم منقطع النظير. نقدر صحيح. نطلق عليه. صحيح. صحيح. لكن بالمقابل أداء الحكومة مناسب، معطيات سياسية ساعد أنه يتطور هذا الأداء، تتطور هذه العلاقات. هناك مشاكل مع الجمهورية الإسلامية، مع تركيا، مع الجارة الكويت أيضا بخصوص مثلا قضية خور عبد الله. نعم. اتفاقية موجودة، قرار محكمة الاتحادية أيضا شكل ضغوط على السوداني. نعم طبعا، يعني هو بالتأكيد شوفوا يعني هو الآن أيضا تحرك لا بأس به على مستوى العلاقات الدولية، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. حقيقة مواقفه كانت جيدة يعني، ونحن نريد أنه دائما العلاقات تصفير المشاكل، وهذا حقيقة أنا في تصوري عدة هذا النوع من النفس، وبالتالي علاقات جيدة سواء مع الجمهورية الإسلامية، مع الجانب الأمريكي، مع الدول الإقليمية، مع الدول العربية، حتى مع تركيا. يعني هو يريد أنه حل كل المشاكل، وهذا في تصوري هذا توجه جيد ولا بأس به ونجح به إلى درجة ما. يعني الأمور مو كلها طبعا تحت سيطرته، الأمور خارجة عن سيطرته. نعم الآن مثلا تفضلت إيه قد يمكن بعض الأمور تطورت مع الكويت، وهو ما له علاقة الرجل، يعني هاي قضية مرتبطة بقرار من مجلس النواب، ثم القضية مرتبطة بقرار المحكمة الاتحادية يعني، فهي مو جزء من عدها يعني، ما مو أبدا، ولا أقدر لا أقول مجلس النواب ولا المحكمة الاتحادية. هذا موضوع يمكن يخص العراق بجميع مؤسساته ومفاصله. اليوم الكويت عندهم يعني احتجاج وزراء الخارجية، يمكن المجلس التعاون الخليجي أعتقد كان عنده مذكرة احتجاج، أو وزارة الخارجية الكويتية. الكويت بدأت تحتاج. أي نعم. شنو مستقبل هذا الموضوع ومخاطرة على العلاقات مثلا؟ يعني أولا أنا أستغرب يعني علي من يحتجون هم. أنا متفاجئ. اتفاقية موجودة موقعة ومصوت عليها. ما يخالف. لا عفوا يعني بالضبط تقول اتفاقية. الاتفاقية بين طرفين. طرف كويتي وطرف عراقي. فلازم أكو طرف عراقي. طرف العراقي هو يجب أن تتوفر في شروط معينة. الطرف العراقي النهائي هو مجلس النواب. مجلس النواب يجب أنه حتى تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول أن يكون ثلثين مجلس النواب. هذه الثلثين لم تتحقق، فهو مو مجلس النواب، أكثر من نصف مجلس النواب صوتوا على الاتفاقية ولكن مو الثلثين. مجلس القضاء ايضا اتحرك بشكل عادي، يعني قال لك يابا هذا ما صار الثلثين، وبالتالي هذه الاتفاقيه معناتها الطرف العراقي ما له صلاحيه التوقيع، صلاحيه التوقيع هي لثلثي مجلس النواب. فنحن قضيه روتينيه يعني ما لها علاقه، يعني الكويت علي بنت تحتاج على مجلس النواب، مجلس النواب اكثر من نصه هو صوت عليه. زين تحتاج على مجلس القضاء ثبت حقيقه، مو مجلس النواب ما لغى الاتفاقيه، مجلس النواب قال الاتفاقية تتطلب الثلثين، فلذلك هو أصلا ما لهم حق يحتجون، ماكو جهة يحتجون عليها. طيب. لأنه هو طلع بشكل كبير على قضية خور عبد الله. نعم. وهو يمكن خطوط اتصالات في فترة ولايتك للوزارة. صحيح. إلى أي درجة هذه الاتفاقية أثرت على العراق؟ هذه أنا في تصوري أثرت تأثير سلبي كلش كبير. شلون وافق عليها الطرف العراقي؟ هو شوفوا يعني الآن نحن مرغمين قرار 833، احنا هذا هسه الان بعد هاي الامم المتحده وصار هذا القرار عليه ومجلس الامن، قرار 833 احنا مرغمين عليه، خلي نطبق القرار. يعني نحن خلي نمشي ضمن قرار الامم المتحده، لو احنا مطبقين قرار الامم المتحده ما كان وصلنا الى هذا الواقع. نحن قرار الامم المتحده على الاقل ينصف
الخار عبد الله مناصفة بين نعم. الكويت وبين العراق. يعني أنت متحدث بهالموضوع نعم. ما افتهمته بشكل دقيق. نعم. هو مناصفة مو نعم. تقول الاتفاقية بالتأكيد. شلون تجاوزوا علينا؟ ها أنا أقول لك طبعا هو هذا مناصفة وصارت الخرائط لأنه تعرفون موجودة أنه الخط الملاحي موجود أنابيب النفط موجود خطوط الاتصالات فصارت خرائط استنادا على قرار 833. بعدين الكويت للأسف الشديد يعني زين الظاهر هسه أنا ما أريد أقطع بشكل كامل يعني ولكن حتى أخذ بوجهة نظر الكويت يعني زين صارت أنه جزر سواء كانت جزر صناعية حسب ما يدعون والظاهر هذا أقرب إلى الواقع طبعا تبينها الأقمار الصناعية أو أنه صارت بسبب عوامل طبيعية فهذه نصف المسافة زين اعتبروا هم الجزر هي نصف المسافة مو بين الساحل الكويتي والساحل العراقي لا بين الجزر اللي موجودة إلى الجانب الكويتي سواء كانت الصناعية أو شيء وبالتالي زحفوا الحدود باتجاه العراق وبالتالي صار المسافة كلش ضيقة هاي الضيق المسافة الكويت ما استفادت من عدها بس احنا انضرينا ليش انضرينا لأن نحن القناة الملاحية تاريخياً احنا العراق هو متوليها وهو اللي يحفرها وهو ازال الالغام وكل احنا العراق هو اللي طيب يشتغل طيب انتم شنتم تم التوقيع على هذه الاتفاقيه وصارت الاوضاع اني وفق مثلا اني لا شخصيا اني ما اني يعني ما لي علاقه اني لانه تعرفون صارت بس حذرت من هذا الموضوع سابقا لا اي بس يعني اني صار الاتفاقيه صار التوقيع عام 2013 يعني للاسف الشديد ما كنت موجود يعني طلعت اني من ما كنت في المنصب يعني زين لكن في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب فحقيقة يعني ومو أني مثلا أني جزء أني اكتشفت هذه الحقيقة تفاجأت بها حذرت بها الجهات المختصة إيه طبعا يعني شنو احنا ليش بدنا نغير احنا الخطوط مالتنا خطوط الاتصالات قالوا يابا يعني زين ليش احنا هذه اجت شركة إيطالية استنادا الى قرار 833 ورسمت كل الخطوط الامور رسمتها يعني زين وفجأة وراها اكتشفنا أنه شنو الحصل للأسف الشديد هو تغيير الحدود من دون تحقيق فائدة للكويت يعني لو الكويت كانت محققة فائدة همينا بها باب الجواب ولكنه من أجوا قسموا وأجوا أخذوا مساحات وضيقوا على العراق وبالتالي راح تصير الكلف علينا كلش عالية لأن القناة الملاحية اللي نحن مسويها والعراق حافرها والعراق اللي ماددها للفائدة العراقية وإذا هذه أخذت من قبل الكويت استنادا إلى هذه الجزر الصناعية اللي وضعت زين وبالتالي نحن يجب أن نحفر قناة أخرى زين ما لنا علاقة بها يعني فنحن أنا في تصوري وأني هذا الأمر الآن من هذا المنبر أني أوجهه إلى مجلس النواب وأطلب من عندهم التالي لا تسوون أي نوع من الاتفاق أكو جهة دولية حاكمة وهي محكمة العدل الدولية العدل الدولية لأعالي البحار أي هو العدل الدولية وأعالي البحار طبعا يعني سياق قانوني دولي أي زين فأنتوا هاي إلجأوا إلها ليش لأن هذول بيها أناس متخصصين أناس ولي خبرة زين وهذول ما يرشون ما تقدر ترشيهم الكويت مو ما تقدر ترشيهم قصدك مو مثل ما رشوا بعض السياسيين العراقيين يعني هسه هذا الكلام المتداول هسه أنا تقول لي عندك أمتلك معلومات يقينية ما أمتلك معلومات كلام يقينية إعلام بس كلام إعلام يعني بس يعني قصدي أمور محتملة يعني هم الكويتيين قالوا أي هو الكويتيين قالوا بحسب ادعائهم فهذول لا يرشون وخلي هم يسووا ليها وناس هم تخصصهم ويضعون ويرسموا لي الحدود ولا تنسى قرار 833 أكو بفقرة كلش مهمة من يوصل إلى الحدود يعتبر الأساس الحدود هي الحدود المشرعة عام 1000 في 14 أكتوبر 1963 يضع هذه الفترة الزمنية هو ضمن القرار يقول يرجع للحدود ترسيم الحدود استنادا إلى تلك الفترة فنحن خلينا أنه نلجأ حتى لا يصير اتهام وما اتهام هذا لا جهة ويتفق عليها الآن الكويت معترضة يا به خلاص هذه هي جهة هي اللي تحكم يعني وخلي هذه تحكم ونحن نرضى بقرارها وأني أنصح
مجلس النواب لا تقربون على أي نوع من الاتفاق، ارجعوا للقرارات الدولية ومحكمة العدل الدولية وعالي البحار، ارجعوا لها وخلي هذول هم اللي يرسمون طيب. الحدود. القانون يفصل ربما بهذه القضايا مع دول الجوار، لكن ماذا عن قضية أمنية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ ويوم 19 بالشهر آخر نهاية المهلة اللي منحوها للعراق بخصوص الجماعات الموجودة نعم. معارضة إيرانية موجودة في شمال العراق نعم. شلون شوف طريقة تعامل الحكومة المركزية وتنسيقها مع حكومة الإقليم نعم. مع الجمهورية الإسلامية نعم. للقضاء على هذا الموضوع والأزمة؟ نعم، يعني أنا في تصوري نحن كل الأمور يمكن حلها بطريقة الحوار، وأنا دعيت إلى الأمر التالي، قلت نحن كثير من الأمور لا زالت وكانت ولا زالت معلقة بين 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 الإقليم والمركز والإقليم، وفي كل مرة تصير حلول ولكنها حلول ترقيعية مؤقتة، وكل ما يصير تغيير في رئيس الوزراء يصير نوع من الاتفاق يعني بين طرفين، الطرف اللي هو يمثل رئيس الوزراء والطرف الآخر هو بالذات يعني البارتي الديمقراطي زين، ثم بعد فترة تتفجر الأمور من خلال البرلمان وهذا وما نوصل. فأني قلت ما ممكن يعني إحنا أن هذه الأمور أن تترك بهذا الشكل، يجب أنه إيجاد حل جذري. الحل الجذري ممكن تشكيل لجنة من كل الفئات اللي موجودة، خلي يشاركون بها مو بس الديمقراطي، يشارك بها الديمقراطي يشاركون بها أهالي كركوك الكرد مال كركوك، كرد مال الموصل، يشاركون بها الأطراف الأخرى، التركمان يشاركون بها، الأزيديين المسيحيين الشبك، خلي كلهم يشاركون بها، زين الشيعة السنة، خلي الكل يشاركون بها، وخلي تكون هنالك جهات مشرفة ورقابية. على رأس هذه الجهات يجب أن تكون الأمم المتحدة يعني والاتحاد الأوروبي، وبالذات جهتين مهمة على الأرض ممكن تلعب دور مهم وهي إيران وتركيا. دخول هاتين الجهتين وضمن لجنة واحدة وتصير اجتماعات وتطرح كل المشاكل ومن ضمنها قضية هذول الجماعات اللي دي يشتغلون طيب. ضد إيران والجماعات اللي دي يشتغلون ضد تركيا، يعني مو مصلحتي. لكن أنه لاحظت أنه أكو فارق كبير بطريقة تعامل إيران عن طريقة تعامل تركيا مع هذا نعم. الموضوع. نعم نعم وهو هذا وضع طبيعي تعرفون، لأن نحن بنص المشكلة، نحن هي المشكلة هي مشكلتنا، إحنا بالوسط، إحنا بالوسط، فأني يجب أن أطرح الحل زين، وأني يجب أن أطرح الحل وأجيب الطرفين، تعالوا يا با يا إيرانيين يا أتراك، تعالوا أكو هالمشكلتين هاي، تعالوا أنتوا يا كرد، تعالوا خلينا نحل هذه المشكلة، لأنه مو من مصلحة تركيا أن تبقى هذه يبقى الحزب العمال الكردستاني ولا من مصلحة إيران أن يبقى هذول المعارضة الكردية في داخل العراق ولا مصلحة ولا العراق من مصلحة أصلاً. الكرد ولا، فلذلك طيب. أكو وسيلة للوصول إلى اتفاق ونجيب كل هذه الأطراف، وأيضا بوجود دولي لجهات مهمة وهي الأمم المتحدة وهو الاتحاد الأوروبي، بل حتى أجيب أمريكا همينة، خلي يقعدون ويلعبون دور إشرافي على هذه اللجنة لحل كل هذه القضايا المعلقة والوصول إلى اتفاق وتقريب وجهات النظر حتى بين دول الجوار. تم طرح موضوع أنه تكون جزء من هذه الحكومة، سواء الحكومة الحالية قبل ما تشكل أو بالتعديل الوزاري المرتقب دكتور؟ يعني أني بصراحة خلي أقول لكم، يعني أني انطرح اسمي قبل تشكيل الحكومة وانطرح يعني في واحدة من الأسماء الطروحات كابين انطرحت وانطرح بها اسمي، يعني أني بصراحة رأساً أني على أثرها يعني من شفت هالأمر هذا صار، فأني صرحت قلت أني ما أريد أن أدخل في حكومة فيها يعني كسر إرادات ما يعني، فشفت نفسي أنا مقبلت أن أطرح هاي. بعدين غريب أنت راضي بنسبة معينة عن حكومة السودان، ليش ما تقبل تشارك بها؟ لا لا هو ما هي شوفوا مو أكو خلل مو في الحكومة ولا في أداء الحكومة، في الطريقة اللي تركبت بها الحكومة. التيار الصدري تيار إلى وجود إلى تأثير أقوى قوة في الشارع العراقي والتيار الصدري، فأني ما أرضى أيضا على نفسي أنه أجي أشارك في حكومة فيها كسر إرادات. نعم إنجاز الحكومة جيد،
حققت إنجازات على عدة مستويات جيدة ما بها نقاش يعني زين، بس أنا بنفسي ما أقبل، أنا أريد أنه تصير حكومة تجمع كل الأطراف العراقية. وبالتالي أكو الآن يعني حقيقة لا زلنا أنه في تصوري قد الحكومة إذا تعرضت إلى أي صار هنالك خلل أو صار تقصير لا زال هذا التيار ماكو أقوى طيب من التيار الصدري طيب في الشارع العراقي ماكو قوة فعلا يعني. يعتبر خطأ استراتيجي من التيار الصدري أو من السيد إياد علاوي أو من قوى أخرى سياسية بمقاطعة المشاركة بالحكومة في وقتها، مقاطعة الانتخابات الأخيرة ومقاطعة الانتخابات القادمة المحلية؟ يعني شوف أكو جزئين، جزء هو انسحاب التيار الصدري من حقيقة من البرلمان، أنا في تصوري خطوة يعني مو صحيحة، أنا في تصوري لأنه ولو أنه يعني أوجدت حالة من الهدوء يعني، وهذا الهدوء طبعا يرجع يعني في تصوري إلى قرار حكيم من سماحة السيد مقتدى الصدر، وقرر أنه يتعرفون صارت كأنه كان ممكن البلد ينجر إلى نهار أنهار من من الدماء، والرجل حقيقة يعني أوقفها. وتتذكرون الكلمة مالته زين أنه اللي شو اسمه كأنه دا يقاتلني، يعني استخدم فد عبارة القاتل والمقتول في النار، هذه العبارة اللي استخدمها يعني. وحقيقة هذا حافظ على وحدة البلد ومن انجرار إلى حرب كانت خطيرة جدا جدا خطيرة يعني زين. أما قضية مجالس المحافظات، لا والله أنا مجالس المحافظات أنا أعتبرها حقيقة، أنا أعتبر ولو إنه هي قضية دستورية ولكن أنا أعتبرها قمة في الفساد زين، وجر البلد لأن هي حلقة زائدة. طيب هذا انقطاع طيلت هاي الفترة المجالس المحلية، وحتى المواطن اللي ربما أصبح أكثر تقييم للمؤسسات الحكومية أو الدستورية. نعم. ممكن يتغير أداء مجالس المحافظات؟ يعني هسه نحن اللي شهدناه يعني أني ما دام أكو عندي محاصصة، ما دام الأحزاب مصرة على المحاصصة، ما دام الأحزاب مصرة على الاستفادة زين، فبالنهاية راح تصير مجالس المحافظات مثل ما كانت تصير في السابق يعني. طيب. يجون يتفقون المجموعة من أعضاء مجلس المحافظة مع المحافظ، تعال مشينا واحد اثنين ثلاثة تمشي ما تمشينا يا ترى نحن نوقف ونسحب الثقة منك ونجيب واحد غيرك نبدلك. للأسف الشديد هذا صار وعدة مرات وفي عدة محافظات، وللأسف يعني أنا في تصوري هذه حلقة زائدة. ونقدر احنا من طيب. 2013 إلى يومنا الحالي أكثر من 10 سنوات ما عندنا انتخابات لمجالس المحافظات. نعم. خلي الوضع يستمر، أنا في تصوري أفضل من تشكيل مجالس محافظات. نختم بنعم أو لا، التحضيرات جارية على قدم وساق لهذه الانتخابات. نعم. راح تجري الانتخابات بموعدها؟ يعني هسه الآن أكو أقوال أنه قد ما تجري في وقتها. نعم. يعني قد تؤخر إلى منتصف العام القادم، يعني هذا أحاديث يعني ما أشكد صحتها ماكو معلومة مؤكدة. ما عندي معلومات. السياسي العراقي الدكتور محمد توفيق علاوي، شكرا لك، كنت ضيفا كريما علينا في حصاد الأيام. شكرا لكم دكتور. والشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكريم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.